هي القناطر، قناطر ثلاثة في المدينة خيوبكا، قنطرة مولاي يوسف، قنطرة خوادرية، وقنطرة أزال كاين حدا الخزانة الوسائطية. كتشرف كيشرف عليه مركز خيوبكا سكيلز بشراكة مع مجموعة ديال الجمعيات ومجموعة ديال الشباب الموهوب اللي كيهتموا بالفن التشكيلي. من بين هاد الجمعيات هي جمعية الفنانين التشكيليين للبيئة والتراث، اللي طوع منها أكثر من 10 أشخاص تقريبا، حوالي 10 أشخاص، 10 فنانين تشكيليين اللي ساهموا بالجهد ديالهم والوقت ديالهم والفن ديالهم في المصلحة العامة ديال المدينة. زائد أنهم تحت لهم فرصة في أنهم يتعلموا فن جديد اللي هو فن الجداريات، تحت لهم فرصة في أن يتعاملوا مع فنانين تشكيليين كبار. قنطرة مولاي الخضرية غنتناولوا فيها موضوع البيئة، وقنطرة أزا غنتناولوا فيها موضوع الفولكلور والتراث. وان شاء الله في العمل المقبل غادي يكون في قنطرة أسا، واللي بعده غادي يكون في قنطرة الخوادرية. وهذا العمل هذا تقريبا سنتين وحنا خدامين عليه، اللي خرج الوجود دابا بوجود يعني بظهور بعض العوامل اللي كانت جات من خلال السيد العام الجديد، من خلال السيد الباشا الثقافة يعني. وهذا من هذا المشروع دعمناه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالتعاون مع فرقة سكيلز، وكما شفنا مشاركة مجموعة من الفنانين الشباب والمحترفين من بين الأساتذة المشاركين السي محمد الرجاوي، السي محمد، السي حميد الصولا، الأستاذة ليديا نجيلي، نجيلي عبد الرحيم، وبعض التلاميذ اللي تكونوا في مشروع تكوين 100 طفل اللي تدعموا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمركز التربوي الاجتماعي بالزيتونة. وكما شفتوا العمل هو قريب ينتهي إن شاء الله، ممكن بعد يومين ثلاث أيام غادي ينتهي، وإن شاء الله نتمنوا يكون عمل يليق بال. درتي هذه ديال البسطاوي، واش بغيت تذكر الناس حيت المهرجان عنده علاقة بالمهرجان ولا؟ أن المرحوم كان معروف وطنيا ومعروف دوليا، وأدى لهاد المدينة هادي والوطن الحبيب، عطاه واحد المجموعة ديال الأشياء وحنا كنفتخروا به الله يرحمه. على الأقل هذا أبسط ما يمكن، أننا كون مهرجان ديال السينما المقبل هو سينمائي ومسرحي وابن المدينة، على الأقل هذه على الأقل الذكرى نوع من التجريد. التجريد هذا تيدخل في الفن الجديد. إذا أنتم كاع مشيتوا تقريبا كما لاحظت هنايا كاين مجموعة من المشاركين، يعني كان عمل مفتوح للجميع، عمل تطوعي للجميع، وكل واحد حط لبسة، وهذا باش تشجيع حتى السكينة باش كل واحد يجي ويحس به ويحافظ عليه. إذا رسالة أخيرة، اسمك اسم كريم؟ عبد الرحيم الجيلي. عبد الرحيم، شنو هي الرسالة اللي بغيت توجهها من خلال اللوحات الفنيه؟ الرساله يعني اللي بغينا نديروها من خلال الفن باش نطوع الجماليه للمدينه، وباش نحاربوا التلوث البصري، وباش نخليوا المواطن يحس بان كاين واحد التغيير، يعني واحد اللمسه فنيه، وكاينين ولاد المدينه اللي فنانين، وخاص غير التشجيع باش يستمروا في هذا. هنا بالنسبه للوحات التيكت عندها علاقه بالمهرجان ديال السينما الافريقي، ولكن هي عندها علاقه كتسمد النفحات ديالها من افريقيا، مجموعه من العلامات الافريقيه، كنشوفوا المراه الافريقيه، كنشوفوا واحد الرموز ايثنوغرافيه في المجتمعات الافريقيه، اولى عندها بصمات ديال السينما الافريقيه. ولكن هي يمكن تعطينا مؤشر على الاحتفال. هنا كاين ثاني البسطاوي، الصورة ديال البسطاوي. أنا بان ليا هاد القنطرة عندها هاد البعد ديال الاحتفال بالسينما الإفريقية. المناسبة كانت لابد ما نحيلكم على فترة تاريخية قديمة شوية، أنه في مدينة خليبة في 1904 كان المجلس البلدي كان جاري متساهم معنا في المهرجان في الملتقى انائي ديال السينما الافريقيه، وحيط على مجموعه من الفنانين التشكيليين اللي داروا مجموعه من اللوحات هنا في هذا الممر، في اطار الاحتفال هذا في اطار الاحتفال بالمهرجان
بالمتقدم في الفيلم الافريقي وبقات استمرت العدد من السنوات. طبيعه الحال لما التجربه اللي جاوا بها الاخوان الان هي تجربه اللي هي رائده يعتد بها، ولكن هي ماشي في اطار تنسيق مع المهرجان. نعم، ما تقولش على السيد رجب غير تتم ما قاله الاخ الاخ تلات على ان ما كانش واحد تنسيق قوي باش نعرفوا شنو كنعملوا. انا هاد الصباح راني جاي باش غادي لوحه على السينما الافريقيه، لان الاخوان مشاو دابا كل انسان كيدير واحد رسم معين يعني بشكل ارتجالي، ما يمكنش حنا تقول انسان دير هذه اكثر ما يعجبوش الحال. داكو انت كشاب مشاركتي في الورشات ديال المونتاج ديال السينما، شفتي هاد اللوحات؟ انت ما تسكنش هنا يعني، انت شنو بان لك هاد اللوحات؟ اسم كريم فريد، فريد الحيله، فريد الحيله، مرحبا. اعطيني ارتسام سريع. فريد قديمه كيسعينا بعد الافريقي ديالها، لان ما نساوش بان هي عاصمه السينما الافريقيه في الدوره الاولى من 77. دائما فريد بقى كل سنويا كتحتفي بالفنانين والسينمائيين الافارقه، جميع الناس اللي ساهموا في العمل. تكون تقريبا شنو الاحساس ديالك؟ كنحس ما يمكن الانسان الا يحس بالاعتزاز. انا الى لقى بحال هاد اللوحات الفنيه وخصوصا اللوحه ديال الفنان الاول ديال فريد بقى الشطاوي، نشكر جميع الفنانين الفنان ديالنا السي محمد الرجاوي. شكرا شكرا سي فريد، دائما تكون بحال هكا سي فريد الحيله. شكرا، ما تنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس.